الأسبوع الماضي خبرناكم أنه صناع مسلسل سوق الحرير بيحضروا الجزء الثاني منه اللي بيقوم ببطولته بسام كوسا إلى جانب عدد كبير من نجوم سوريا، وتابعتوا الجزء الأول من لقائنا مع بسام كوسا اللي كلمنا عن تحضيرات هالجزء وشوية عن تطورات القصة. وفي نهاية الجزء الأول من لقائنا مع بسام كنا سألناه عن الأخبار اللي انتشرت عن إن في مسلسل جديد بيجمعه مع نورمان أسعد وقتها، وجاوبنا إنه الخبر مش صحيح وإن كل ده كلام سوشيال ميديا وإنه ما بيهتمش بيه خالص، خاصة إنه الناس على السوشيال ميديا قبل كده موتوه وعايشوه كذا مرة بكلامهم. ونحن لاحظنا إنه هو فعلاً بعيد عن السوشيال ميديا وما عنده صفحات رسمية باسمه، لهيك سألناه بالجزء الثاني من لقائنا معه شو السبب وليش هو بعيد عن الإعلام. هي قناعة إنه أنا الميديا أو وسائل التواصل أتعامل معها بما يكفيني، يعني ما أذهب فيها إلى أقصى مدى لأنه أنا لا أصلح لهذا النوع من الميديا، وبالتالي يعني العلم علم، فممكن واحد يأخذ منه ما يحتاجه واللي لا يحتاجه يعني يبعده عن حياته لأنه هو ممكن يدخل بدوامات لا نهاية لها، وبالتالي أنا هذا الموضوع يعني حاسمه من زمان، لا زال بالنسبة لي ريحة ورق الكتاب بتعنيني، يعني الرواية بتعنيني، الكتاب بيعنيني، الحوار البشري بيعنيني، أما هي العلاقات الافتراضية فأنا بالنسبة لي يعني بعيد عنها كل بعد. ولهيك بسام حتى ما عنده أي حساب على السوشيال ميديا، عندي قناة باسمي فقط، أما باقي وسائل التواصل ما عندي أي شيء، في مواقع منتحلة باسمي يعني، أما أنا ليس لدي أي يعني مواقع. وأنا ما عندي أي موقع آخر، لا بالفيسبوك ولا باليوتيوب ولا بأي مكان. ونحن حبينا نعرف شو سبب قراره هذا. ما في هذا الموضوع شأن شخصي، أنا بالنسبة لي في عمل بساوي بيطلع للناس بيدوا رأيهم، ممكن ناس يكونوا موافقين على ما نقوم به، في ناس ضد ما نقوم به، وبالتالي يعني هي آراء في عالم الافتراضي هذا شأن الناس يعني هم بيعيشوا ويمارسوا على راحتهم. وهالطريقة بالتعامل مع الأمور بيتبعها بسام حتى بنقابة الفنانين اللي شهدت على مدى سنوات مشاكل كثيرة. هو الموضوع يكرر نفسه، أنا موضوع النقابة لم يعد يعنيني نهائيا، لأنه بالنسبة لي تحول إلى مزرعة شخصية لمجموعة ناس، والنقابة هي لم يعد شأن فني، هو موضوع أنا ابتعدت عنه نهائيا، فقط أنا بدفع الرسوم المترتبة علي وخليهم هيك عم يشتغلوا. ولأنه هالمؤسسة معنية بشكل كبير بالدراما بسوريا، كان لابد إنه نسأل بسام عن رأيه بالوضع الدرامي بسوريا وغياب الإنتاجات. أمر طبيعي هنا، يعني القطاعات بشكل عام قطاعات مضربة، الدراما لم تعد هي القول الفصل، يعني عندنا الصناعة نفكر فيها، الزراعة مضربة، عندنا في كثير أمور كان مقصود إنه تتهدم ترجع لورا، فالدراما هي تحصيل حاصل، يعني ما نحصل إنه والله واجهت المطالب والأحداث وإلى آخره، فهذا شأن طبيعي وأمر طبيعي إنه يكون إنعكاس ما يجري على الأرض، إنعكاسه على الثقافة والفنون والإبداع والأرواح وكل هذه الأشياء. وهالمشاكل اللي عم بتعاني منها الدراما السورية خلت نجوم كبار يتجهوا لإنشاء قنوات على يوتيوب وبث أعمال خاصة عليها مثل ياسر العظمي. الناس بتقول يلي مشتاق للتاني بيسأل عليه، بيجي لعنده، بزوره، بيطلع عليه، بيطمن عن أحواله. أي حدا من زملاء الفنانين إلى الحق بأنه يقدم نفسه للمجتمع بالطريقة اللي بيشوفها مناسبة، وهذا حق شخصي يعني حق تمام.